أكد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى عبد الرحمن البوعينين أن فوز البلدية بجائزة الفئة الذهبية لمراكز الخدمة الحكومية تقييم 4 جاء نتيجة التطور الملحوظ الذي تشهده كافة الخدمة الحكومية المقدمة. وأوضح البوعينين أن هذا الإنجاز يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير كافة الخدمات التي تقدمها وزارة شؤون البلديات والزراعة توافقا مع رؤى جلالة الملك المعظم في تقديم أفضل الخدمات، وتأكيدا على تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الجائزة تجسد حرص الوزارة بشكل عام وبلدية المنطقة الجنوبية بشكل خاص على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين والمقيمين. جميل أن نكون موجودين اليوم مع الشباب، فوزهم بالدرع الذهبي فخر لنا كلنا حقيقة، فخر مو لأن في شيء زيادة عن أي من اللي اشتغل في الحكومة واللي قاعد يشتغل واللي قاعد يشتغل ليل نهار، لا، الفخر أن في من يسعى دائما لخدمة المواطنين، خدمة البحرين، تطوير الخدمات الحكومية، والشباب اللي شفته قدامي كلهم قاعدين يسعون على هذا المجال، كلهم عندهم الحرص والحرقة والشغف أنهم بالفعل يخدمون المواطن. لا شك أن تكريم سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله لبلدية المنطقة الجنوبية الفوز بالفئة الذهبية واليوم تثبيت الدرع في مركز خدمات المراجعين في البلدية، لا شك أنه دافع كبير للعمل البلدي، ليس فقط لبلدية المنطقة الجنوبية ولكن للبلديات الأخرى وأمانة العاصمة. اليوم بلدية المنطقة الجنوبية حصلت على الدرع للسنة الثانية على التوالي، هذه أعتقد دافع كبير لنا في وزارة شؤون البلديات والزراعة. دائما نحن نسعى في وزارة شؤون البلديات والزراعة لتقديم أفضل الخدمات، التميز في الخدمات، رضا العملاء بالنسبة لنا شيء مهم جدا. اليوم ولله الحمد بلدية المنطقة الجنوبية حصلت الدرع الثاني على التوالي، الدرع الذهبي الثاني على التوالي في مشروع لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. اليوم نرى تركيز كبير من القيادة في مملكة البحرين على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعني ما شاء الله احنا كل سنة نشوف حتى المعايير تصير أصعب وحق تقدم أفضل خدمات للمواطنين. فالحمد لله احنا في بلدية المنطقة الجنوبية حاولنا نواكب هذه التعديلات اللي تصير بعد والتحديات اللي تصير في معايير مراكز الخدمة.